السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعد أن نشرت صورا لها عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، تعرضت الفتاة الأمريكية سلام ميتشل، 18 عام، للسخرية من الكثيرين. بسبب وجود بقع نمش كثيرة على وجهها، شبهها الناشطون على الإنستغرام بالموز. وفي حديث صحفي قالت سلام: بدأ الناس يسخرون مني. فلدي الكثير من بقع النمش على وجهي. هذا صحيح، ولم ارى في هذا مشكلة يوما، لكن يبدو أن بعض الأشخاص لم يروا سوى ذلك. وقد شبهني الكثيرون بالموز، وقيل إنني أعاني من مرض جلدي. وأكدت سلام أن ذلك لم يدفعها إلى إغلاق حسابها أو الشعور بالغضب، كما أنها قررت أن تواجه الموقف بشجاعة، ونشرت صورة لها وهي تحمل ثمار الموز، وكتبت: "إذا أراد الناس أن يضحكوا، فسأضحك معهم". ولفتت الفتاة نظر القيمين على علامة فورد الفاخرة وانتهى بها الأمر إلى توقيع عقد معها إضافة لذلك شاركت سلام بعد ذلك في جلسات تصوير خاصة بجوتشي وبموقع بيونسي الإلكتروني كما وحصلت على مساحة على صفحات مجلة فوغ الأمريكية وعلى حسابها على تويتر كتبت لا أمتلك قوام عريضة أزياء نموذجية لكن هذا لا يشكل عائقا بالنسبة لي اليوم بات بامكاننا ان نجتاز كل الحواجز ونتخطى كل المفاهيم التقليديه للجمال